بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. دبل هليكم حيثما تنسيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي دبل درسنا يوم أو دبل حلقة الله دي دليل ناي أركان الإسلام ديبون متاقيتو إن شاء الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تهاجينا ديبن أدي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام دي بلان تهاجيتو، يعني دي بصلاة تهاجيتو لدليل لنا آية من كتاب ومن سنة، ودي بزكاة تهاجيتو لدليل لنا آية من كتاب ومن سنة، ودي بصيام تهاجيتو لدليل لنا آية من كتاب ومن سنة، ودي بحج تهاجيتو لدليل لنا آية من كتاب ومن سنة. كلنا نأمر كان الإسلام حمس تنبينا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله دي بتهاجينا محمد رسول الله دي بتهاجينا أدي يوم دي بصلاته. والله سبحانه وتعالى لبل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ورب العالمين بينا بدير يبقى آيات لا تدرس الحلفة ذكرناه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الله سبحانه وتعالى بلا دليل اللي لصلاتكم سلوات بتا دي بأي إنسان لا أمره ولا حاجة دي يقدر وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سورة فتفرق بكم عن سبيل رب العالمين بيلينا يقول من رب العالمين كم صلى حق شرعية عيا إلا صلاة ودوا بيلينا ولا زكاة فعلوا بيلينا احنا من الله وحر سمعا وطاعا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل احنا لانه مؤمنين احنا ومسلمين احنا ادي دليلنا صيام دي بقول نمطاته ودليلنا حج الله سبحانه وتعالى لبلدي بصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام لصوم رمضان لنصيم فرد شهر امورته مبلي واثنين واثنين وخميس لسيم او ثلاث محل دي بقول ورح لسيم او عاشوراء لسيم او اي صوم لسيم عبادته وصوم من رب العالمين دليل بديبه ودليل لنايو لرب العالمين لبيل الناتو دي بآيات سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم يعني فرض عليكم إلا الصلاة إلا الصيام رب فرض يديبكم لبن الله سبحانه وتعالى ولبن الله سبحانه وتعالى قال الحج ولله على الناس حج البيت لبنا يا صيام الله سبحانه وتعالى لبل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني كما كتب على الذين من قبلكم. فوائد حتى أهميتنا يا صيام بدي وفرضت من رب العالمين وكنت أمت لقدمين العلا كمان رب العالمين فرضيو سيما علو كالي كمان تخفيف هالذي بو صيام يعني مشقة على النفوس يعني نأمر حنا إنسان مسافر قبل من قبي إنسان حمون قبل من قبي يعني رخصته هو كل من رب العالمين من عبد يبه لكن احنا دي بدليل التصيام الصيام فاركون كان بابا نتواتنا من قبي قد بصيام تهاجينا من قبي بدوحته لكن احنا جلاب لا لدليل تلهمنا والتركان نتهاج عنا حتى كاين التكانا قلنا وحلات ان شاء الله التحاريد صيام بنو تفصيل كامل انتهى قديبه صلاة بنا تفصيل كامل انتهى قديبه ان شاء الله ورب العالمين قل بين قلنا ولا واضح قلنا حتى كتا كان لعلكم تتقون تقوى قبديب وصلاح قبديب لأنه من لم يدعو قول الضور والعمل به فليس لله حاجة في أن يرى طيامه وسيابه بالنسبة قال قدام لا نسل للسيمة ولا يرسلوا ولا إلهم كمان لتفاصيل لنا يا سيام كفق بلا سايم ولا حالة تسايم ميتا ولا فضلنا يا صوم ميتو لبن أمته إن شاء الله ورب العالمين دي بحج بينا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى دي بالآيات الأربيلة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع إليه سبيلا الآيات الله يعني دي بالسنة التاسعة من هجرة لتكريت الله فريدتنا حج من استطاع الله سبحانه دي بلتتفرجي على لتفردها يعني
حج يعني دي بالسنة التاسعة من الهجرة في الرجاء. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الواجب بلا كفر بلا حج لكفر رب العالمين قنيته. والصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفرا غير الصلاة، يعني إلا لأركان لنايا إسلام الحمستن، وحتى كان الدليل متعناها من كتاب رب العالمين شهادة لا إله إلا الله، أركان الإسلام حمستن بينا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل والزكاة، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. إلا نحمس الأركان تن وبدلي الأمتانهن حتى كمان قلنا تهاجديبا وقد بطرت حزينا إن شاء الله بوقته حتى كقلنا بطرديباته شهادة لا إله إلا الله دوابط لا وواجبات لنا ميتة وأن محمد رسول الله من الحدي. والصلاة كمان تفصيلنا كلها بأنواعه لصلاة كمان إلا لتتحدي ولصيام برضو بباه وتفصيله وفضله وبركته ولواجب لديبه ولا منح ديبه لها الله لكمان وقت لا تدكم سليها لحج هذا تمرتبط لك علي قلنا بتاعته منها مراتب الإسلام، لأنه المراتب هنا دي بثلاث قسمناهن بين الإسلام والإيمان والإحسان. هذا هنا منا كان إسلام خلصنا وهذا دي بقى كان إيمان، أتينا من قبل لما تبدأ لك عليه ركن لا 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 إيمانته. وأركان الإيمان يعني ستاتا، لكن تبع إلى الإيمان بضع وسبعون شعبا، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان تصديق معناها تو ولا مراتب لنا يو من مراتب دين تلبيلا، وهتميت معناها تبيلا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو بضع وسبعون شعبا. والبضع بكسر الباي من الثلاثة إلى التسعة، يعني من بضع وسبعين يعني من ثلاثة أبدأ ستسعة القبلة بضع البلديبة بضع يعني أبضاد، والشعبة جزء من الشيء اللي لمعانينا يا مفردات عليا نايا كلمات. وأركان لنا أيو أركان إيمان كم تنبينا ستا، هو أن تؤمن بالله وحده لا شريك له إلا لا أركان إيمان، وجودنا رب العالمين نآمن وحد دليلنا عقل بنا بيرنا كمان كفانا آمن بقى دملتها جينا ديبو أن الله سبحانه وتعالى توتل أوجدينا وتوتل خلقينا، وإيماننا أيو كمان بأنواع أنبتنا ديبو، والدليل كمان بنا من كتاب سنات ومن كله رب العالمين، ودليل كمان دليلنا حسبنا من وجهتين يعني عند أورا نسمعه وأورا كمان يعني دليل من كتاب ومن سنته لا نشاهد دوته لا نسمع أبوه ولا نربوته، عشان كذا ونوحنا إذ نادى من قبله فاستجبنا له الله سبحانه وتعالى وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الأدلة اللي الدليل اللي سمعنا به ودلة اللي كمان لأن شاهده ولا تبين قلنا إلا كلا إيمان للركن من أركان إيمان لستة، ركن أول دي بلد تاقيت وتل أن تؤمن بالله للبلد دي بحديث، والإيمان بالله يعني بدوح معجزات بديبه وناي وقت لا لنسي شرحه وبن وحزينها من قبل إيمان ناي برب العالمين يعني قليل موضوع يكوني، لكن عند لشاهدنا أبوه وبكم لا آمنا ولا سمعنا من آيات إلا كلا ودحا وبينا إن الله سبحانه وتعالى لإيمان أبوكم سل واجبته. كمثال هو إيمان يعني الألوهية تبين كمان إيمان بالربوبية، وبدير تهاجينا دي بتوحيد الألوهية ودي بتوحيد الربوبية دي بدرس الحلفية تهاجينا، وأدحنا يعني إيمان بالله هو بيننا برب آمنا والله آمنا وتوحيد سمينا توحيد الألوهية، وأدي لتوحيد الربوبية معنا بفعلنا يا رب العالمين توكم سر خالقتوكم سر رازقتون دي بينا قدم لتهاجينا ديبو لأن مرتبط لها كاليت. لما مرتبط لها سالتهي يعني الإيمان بالألوهية دي بتهاجينا وإيمان بالربوبية دي بتهاجينا ترب خالقته ومطعمته ومحيته ومميته لأن كلنا بأدلات بدوح تهاجينا ديبا
والله سبحانه وتعالى بدو حياتي بنتاغا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لرب العالمين لرب الذي باتوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لهم كل آيات الله سبحانه وتعالى لبينا دي بقلناتو وكم سليه كمان الله سبحانه وتعالى دي بآيات بدوح قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون إلا آيات إلا دي بكرة سنعنا للتهاقيات بس أنا حتى بيننا توحيدنا ربوبية بالتهاق الله حقو آمنا وكان دي توحيدنا إلوهية دي بالتهاق لنا توحيدنا إلوهية ده دليل لنا يو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا الله هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ذلك بأن الله هو الخالق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله على وأن الله لا علي وأن الله العلي وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير لا توحيد ناي الألوهية وتوحيد ناي الربوبية بأن تاقعنا وتوحيدنا أسماء وصفات كمان دي بتاقينا لن سرسن عند كلن الله سبحانه وتعالى بيانين بيان واضح والأدلة دي بان كمان لبيناتنا أدي كتاب أسماء وصفات كمان الله سبحانه وتعالى حاجات أثبتها دي بكتاب ودي بسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يعني بوجه رب العالمين لا تليق بوجه رب العالمين يقولوا لا 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 تستهل مبلت حريف مبلت عطيل مبلت تكييف ومبلت تمثيل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون لبل الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلا كلا رب سبحانه وتعالى فالتشبيه ألبو تكييف ألبو تعطيل ألبو رب العالمين يقولوا لأنه كمثله هو ألبوني يقولوا مثل ألبوني الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللي كمان بدير تهاجينا ديبو وبالله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم